امتدادا لأزمة إغلاق استاد الملك فهد واستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، أعلن قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي عن الخيارات المقترحة للملاعب البديلة، وهي إما نقل مباريات النصر إلى المجمعة أو يلعب نصر مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود والذي يعد حاليا ملعبا لفريق الهلال. بعدها جاء الرد سريعا من رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل عبر تويتر قائلا: ملعب الهلال ملك للهلال وليس للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسالة واضحة للأخ قصي الفواز. يذكر أن النصر طالب في وقت سابق بنقل مبارياته على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر نادي النصر، لكن لم يأتي الرد على طلبه حتى الآن.